بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مفهوم جديد اسمه الانلاين كلاس. الانلاين كلاس اللي هو كلاس يعني على مستوى كده واحد. تعال نشوف بس الفكرة بتاعته. انا هعرف انلاين كلاس وادي له اسم، مثلا وليكن مثلا يوزر نيم. هقول لكم الفكرة بتاعته، انت ممكن تحس ان هو فكرته غبية شوية وممكن تعملها باكتر من شكل مختلف، وممكن ما تستخدمش الانلاين كلاس وتستخدم نوع تاني، بس افهم الفكرة بتاعت الانلاين كلاس. الانلاين كلاس عملت كلاس سميته يوزر نيم، وجواه بياخد سترينج. الله، زي اكني عرفت فاريبل اسمه يوزر نيم ونوعه سترينج بس كده. وعملت انلاين كلاس اسمه باسورد وبرضه بياخد سترينج بس، خلاص. طيب عرف بقى فانكشن اسمها اوثنتيكيت عشان تاوثنتيكيت تاخد مني اليوزر نيم والباسورد. قلت الاول تاخد مني اليوزر نيم وده نوعه يوزر نيم، ما قلتش نوعه سترينج، وباسورد وده نوعه باسورد مش نوعه سترينج. خلاص، ايه الميزه؟ ما كنت عملت نوعه سترينج ونوعه سترينج وخلاص. بيحصل بس ساعات لخبطه بسبب ان كلهم سترينج، بسبب ان كل الانواع اللي جايه لي ورايحه كلها سترينج، فبيحصل لخبطه غير ما كنت مفرق اليوزر نيم يوزر نيم والباسورد باسورد. وعملت بس برنت جوه الفانكشن دي اي ملهاش اي قيمه، اوثنتيكيتنج اليوزر نيم فلان، خلاص. واعمل فانكشن اسمها نيم واجرب لك القصه بس مش اكتر. بس كده الانلاين كلاس، بس كده الانلاين كلاس، بس مش اي حاجه خالص. عملت var يوزر وعرفته من اليوزر نيم وهديله قيمه مثلا عادل وخلاص. ايه اللي عملته؟ عرفت يوزر واديته قيمته، مش نوعه سترينج وبقول له بيساوي السترينج على طول. عرفت برضو اوثنتيكيت بقى ومتبعت اليوزر دقه ده شكل. ممكن اعرف الباسورد على الطاير او اليوزر نيم على الطاير. انا عايز اوريك الشكلين، يعني ممكن كنت اعرف var باس واقول بيساوي باسورد وادي له قيمه، وبعد كده هنا تقول اوث اليوزر كوما والباس، ماشي. لكن انا حبيت اوريك الشكلين. طبعا اللي هيحصل لو اتلخبطت، هي بس بتعمل ايه للخبطه بس، لو انا بعت اليوزر نيم او الباسورد قبل اليوزر نيم او كلام زي كده وانا اوثنتيكيت عشان هما الاثنين سترينج وخلاص، هنا الكومبايلر هيضرب لانه فاهم الباسورد ايه وفاهم اليوزر ايه، خلاص. فلان يديهم له بترتيبهم لان الانواع مختلفه. اما لو كان كلهم سترينج ده اللي بيحصل ساعات لخبطه، فالاوثنتيكيتنج باليوزر نيم اللي اسمه عادل. بس هي الفكره بتاعتها بس ببساطه كده، ان هي تحافظ لك على الانواع وبحيث ما يحصلش اي لخبطه والكومبايلر اي مسماتشنج يرفض على طول لو انت لخبطت الانواع من بعضها.